والأهم في كل المواضيع أن المقاومة الإسلامية في البحرين شرعية، شاء من شاء وأبى من أبى، وهنالك فقهاء عديدون فقهاء المقاومة، ونحن غير مجبرين أن نصرح من هو هذا الفقيه أو ذاك. إذا كنت مخلصا ومقاوما فتقدم للفقهاء وسيعطونك الفتوى. أما أن تكون على مقاعد المتفرجين، أما أن تكون أن تريد أن تعيش خاملا فتنتقد الناشطين، وتريد أن تكون جبانا فتنتقد الشجعان، وتريد أن تكون تتشبث بحياة رغيدة كما تسمى وحياة ترابية، وبالتالي تعترض على الشهداء. هذه لغة من لا يفقه الثورة الحسينية. أما شبابنا فإنهم تقدموا بوعي تام ابتداء من التشريع الفقهي وانتهاء بوعي تام تماما لماذا خرجوا وإلى أين يتوجهون وماذا سيلاقون بهم ربهم. نحن لسنا مجموعة تلعب كرة القدم أو تتسلى في الإنترنت أو لديها خواطر جهادية. الموضوع المقاوم في البحرين موضوع جاد، وليسمع العدو وأراجيفه ماذا يقول عن المقاومة في البحرين. والمقاومة في البحرين أبشركم قادمة بأوسع مما يظنون، ليست لأنها نبوءة يوسفية أو نبوءة محمدية ولسنا أنبياء، ولكن الواقع والصراع المرير الذي نعيشه هو يحتم على كل شيعي أن يستعد، يستعد إما للذبح أو للمقاومة. ليس لدينا خيار آخر.